احكي لكم قصه حصلت معايا امس، ويعني شاركونا انتوا كمان القصص المشابهه. كانت عندي مراجعه بتراجع على يعني متابعه الحمل، وقالت لي في وسط الكلام الدكتور عايز استشيرك في حاجه. والدتي ست يعني كبيره وقطعتها الدوره بقى لها بتاع 6 سنين، وبقى لها كذا شهر قاعد ينزل عليها دم. فقلت لها شوفي قدامك حلين، يا تجيبي والدتك بكره على طول تكشف عندي، يا اقرب مكان اقرب دكتوره ليكم في المكان اللي انتوا ساكنين فيه. قالت لي ايه دكتوره خير فجعتيني، بقول لك شويه دم بسيط بينزل على فترات متفاوته. شوفوا يا جماعه، عايزه اقول لكم اولا الاستشاره عن طريق الواتس او الجوال مش كافيه. احنا اذا كنا بنقدم معلومات طبيه هي استرشاديه، لكن لا تغني ابدا على الفحص، لان كل واحده مختلفه عن الثانيه. طب ليه انا كبرت لها الموضوع؟ لانه احتمال من اثنين، يا اما عندها ضغط، يا اما عندها غده، يا اما عندها التهابات شديده وبتنزل لها دم ودي تبقى شيء بسيط، يا اما لا قدر الله ربنا يحفظ الجميع يكون في اورام. واليوم والساعه في تشخيص الاورام بيفرق في طريقه العلاج وفي معدل التشافي منها. فعشان كده الواتس